بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. نواصل في شرح الشابتر 4 The Classical Three Term Controllers من مقرر التحكم الآلي. محدثكم دكتور منجي محمد زيدي. وهنا سنأخذ example or problem, mechanical problem, in which we will study and investigate the three action of the PID controller. Suppose that we have a sample mass, عندي كتلة M, spring, عندي spring with coefficient K, and damper, damper with coefficient B. The dynamic model is such as, هنا الديناميك موديل يعني احنا في الميكانيكا او ازاء يعني مسألة ميكانيكية، فلا بد اول شيء نقوم به هو تطبيق قانون نيوتن. نيوتن لوز or first نيوتن لوز تعطيني ايش؟ تعطيني sum of all forces applied on my system equal to m ضرب الاكسلريشن of my all forces m في الاكسلريشن. اذا طبقنا قانون نيوتن بصح I can get this equation mx to point plus bx point plus kx equal to f. x to point, x point and x, بالنسبة للx to point يعني هي رمز للديريفاتيف مرتين للx of t over dt2. بالنسبة للx point هي الديريفاتيف x of t على dt. Taking the Laplace transform we obtain, يعني عندي هنا من يعني من equation as function of time، لأنه الx to point قلنا هي الاشتقاق مرتين والx point بس هو الاشتقاق مرة واحدة. I can transfer this equation from the time domain to the Laplace domain and I can get this equation. بطبيعة الحال هنا الـ initial condition equal to zero. Initial condition equal to zero. هنا يمكنكم الرجوع إلى الشابتر الأول Laplace transform. طيب هنا هذه الإكوشن ما هو الانبوت وما هو الاوتبوت؟ الانبوت هو فورس ماي فورس، يعني احنا اعطينا فورس للنظام هذا وكأنه يعني سحبناه الى اليمين وتركناه لنفسه يعني يتحرك بكل حرية. سنرى يعني كيف الديسبلاسمنت اكس، فبالنسبة للاكس اوف اس يعني هي اوتبوت اوف ماي سيستم، وبالتالي اوتبوت اوف ماي سيستم اكس اس اوفر f of s equal to 1 على ms square plus bs plus k. الm هي الكتلة، بالنسبة للb هي spring friction coefficient، وبالنسبة للk هي spring coefficient. We will take an example، يعني we will take some numerical value. سنأخذ الكتلة m تساوي 1 كيلوغرام، وسنأخذ الb أو الفريكشن كوفيشنت 1 نيوتن سكنت باي متر، وسنأخذ الk أو السبرينج كوفيشنت هو 20 نيوتن باي متر، وسنأخذ الانبوت يعني القوة التي سلطناها على الكتلة أو على الماس M هي 1 نيوتن. عندما نقول الفورس هي الانبوت وتساوي 1 نيوتن، وكأنه عندي نظام انبوت وعطيناه انبوت 1. ما معنى 1؟ 1 يعني in the time domain، يعني my force in the time domain equal to 1 نيوتن. So باللابلاس transform of 1 تعطيني 1 على S، هذا ما معنى F equal to 1 نيوتن. By plugging these values in the transfer function تعطيني X of S على F of S هي 1 على S square plus 10S plus 20. The goal of this problem، ما هو الهدف من هذا المشكل أو الهدف من هذا التمرين؟ الهدف منه أنه كيف نعرف أو كيف يمكننا أن نرى أكشن كل باراميترز. سنرى ما هو دور الكي بي، ما هو دور الكي اي، وما هو دور الكي دي. يعني we will know and show you how each contribute to obtain fast rise time, minimum overshoot and no steady state error. بطبيعة الحال أنا هدفي في نظام معين أن يكون there is no delay، يعني fast rise time. Okay؟ There is no minimum overshoot. ما أبغى أن يكون عندي نظام يعني عنده overshoot like this. ما أبغى هذا overshoot. ثم أنه يكون ما عندي error، يعني القيمة النهائية والقيمة وقيمة الاوتبوت، يعني هذا الايرور أبغاه يكون إيش؟ أبغاه يكون يعني at minimum possible، يعني أقل شيء ممكن. ونواصل هنا. أولا سأتكلم على الأوبن لوب،
يعني ايش يعني نو كنترولر؟ يعني عندي نظامي بدون يعني فيدباك. There is no feedback. هذا النظام with no controller او مع الاوبن لوب سيستم عندي اوتبوت اف اوف اس هي واحد على اس، لانه قلنا احنا هي واحد نيوتن، وعندي الديسبلاسمنت اكس اوف اكس. The open loop transfer function is given by xs على f of s هي 1 على s square plus 10s plus 20. بطبيعة الحال هذا تحصلنا عليه بعدما أخذنا الام 1 كيلوغرام والبي 10 نيوتن سكند متر والكي تساوي 20 نيوتن باي متر والاف 1 نيوتن. The steady state value for the output is the output هو إيش؟ هو x of s، يعني عندي أنا ال x of s equal to إيش؟ equal to f of s مضروبة في 1 على s square plus 10s plus 10s plus 20. هنا I can get the final value of x of t باستعمال إيش؟ باستعمال ال initial value theorem وال final value theorem. عندي ال x of s، وبالتالي يعني x SS steady state value هي قيمة ال x of t when t go to infinity. استعمل لها قانون ال initial value theorem تعطيني limit when s go to zero s x of s. وانا عندي ال x of s، يعني اضرب ال s في ال f of s في s x f على s تعطيني 1 على 20. ما معنى هذا 1 على 20؟ يعني ان قيمة ال x of t تساوي 1 على 20 تساوي 0.05. وكما عندي الانبوت، الانبوت قلنا انه الاف اوف تي تساوي 1 نيوتن، يعني اعطينا يعني نظامي اعطيته انبوت 1 وتحصلت على اوتبوت 0.05. ما هي الايرور؟ كم هي الايرور؟ سنراها هنا. هنا لو نسوي زوم او يعني لوب زوم على الاوتبوت، يعني ايش؟ يعني عندي اوتبوت لو نرسمها هنا، عندي اوتبوت قيمته كم؟ قيمته 0.05، والانبوت كم كان؟ الانبوت كان يعني 1. هذه الـ يعني الـ الفارق بين الانبوت وقيمه الاوتبوت هذا كله اللي هو 0.95 يعتبر ايش؟ يعتبر ايرور. هذا يعتبر ايرور. 1 على 20 تساوي 0.05 is the final value of my output. This corresponds to the steady state error with 95% quite large. هنا يعني عندي مشكل كبير في الايرور. يعني we will show you how to minimize and how to eliminate this error. The settling time is about 1.5 second. Settling time يعني اقدر اجيبه من خلال يعني الباراميترز اللي كنا تكلمنا عليهم في الفيرست اوردر سيستم. السيتلينج تايم هو يعني الوقت الذي يستغرقه النظام كي يصل الى 95% من قيمته النهائيه. Now we will take a proportional controller. Proportional control mean what? Mean that I take one action KP. This is my system. Usually my system بطبيعة الحال بعد ما أخذنا يعني الparameters الام اللي هو 1 كيلوغرام وأخذنا البي الفريكشن كوفيشنت تساوي 10 نيوتن سكنت باي متر، وأخذنا الكي اللي هي 20 نيوتن باي متر، وأخذنا الاف الانبوت يعني هو 1 نيوتن. The closed loop transfer function هنا عندي closed loop، يعني لازم يعني اجيب الدايركت باث على بطبيعة الحال. هنا نذكر يعني نذكر كيف نحسب ال transfer function when I have closed loop. يعني عندي like this for example G1 and G2 like this. This is a summer. هنا transfer function output على ال input، output على ال input هو ايش؟ هو G 1 over 1 plus G1 G2. نطبق هذا على النظام الذي نحن بصدد دراسته. أتحصل على XS over F of S equal to KP على S square plus 10S plus 20 plus KP. لو نأخذ الKP مثلا يساوي 300، سأتحصل على هنا 20 زائد 300 يعني 320. وهنا if I make a plot of my system I can take I can get this figure. يعني ايش هنا؟ يعني انه الـ output of my system القيمة النهائية التي يستقر فيها النظام هي تقريبا اقل من واحد بقليل، لكن ايش عندي؟ اصبح عندي overshoot. ماذا نقول؟ نقول the above plot show that the proportional
كنترول ريديوس بوث ذا رايز تايم اند ستيدي ستيت ايرور، لانه في الاوبن لوب كان عندنا هذا هو الاوتبوت اوف ماي سيستم، وانا اذكر انه كانت الايرور بحوالي 95%. الحين الايرور اصبحت بسيطه تقريبا يعني 0.7 أو 7%، وكذلك بالنسبه للرايز تايم وستيدي ستيت ايرور يعني انكريزد. ذا اوفرشوت المشكل هنا الذي ظهر من جديد هو increased an overshoot، يعني ظهر عندي overshoot and decreased settling time by small amount. يعني المشكلة هنا أني تخلصت من المشكل الأول وهو الإرر، لكن ظهر لي يعني مشكل جديد وهو الovershoot. كيف سنلغي أو كيف سنحذف أو كيف سيعني ننقص من هذا الovershoot؟ It will be discussed in this slide. Now with the PD controller. PD controller يعني I will take two action KP plus KD time S and this is my system. بنفس الطريقة as previously the closed loop transfer function is given by output X of S على input F of S. After يعني some steps I can get this transfer function. Using this transfer function, I can get or I can determine the final value of my displacement. The final value of my displacement it will be like this. هذا بطبيعة الحال لو نأخذ الكي بي 300 والكي دي تساوي 10. نذكر هنا بالأول يعني response of my system وقت اللي كانت يعني بدون controller، كنا هنا في الopen loop. كان عندي ايرور بتقريبا 95%. الحين الايرور تقريبا يعني اصبح قريب من الصفر، والاوفرشوت الذي تحصلنا عليه لما استعملنا البروبورشنال بس يعني كنا نقصناه هنا واصبح الاوفرشوت ويذ مينيمم. ماذا نقول؟ نقول انه this plot shows that the proportional derivative controller reduced both the overshoot and the settling time and has a small effect on the rise time and the steady state error. Now I will take a PI controller. PI controller يعني two action proportional and integral controller. Now my system is like this usually 1 over s square plus 10 s plus 20. I can find my transfer function or my closed loop transfer function output of s over my input f of s XS على F of S with any some steps like this I can get the transfer or the final value of the transfer function. Now if I will take KP equal to 30 and KI equal to 70 and I will try to plot my response of my system. The response of my system I will obtain this response. This response if I make this projection هذا الإسقاط الأفقي ستكون يعني القيمة النهائية تساوي 1 بالضبط، وبالتالي يعني الانبوت يساوي 1 وقيمة الريسبونس النهائية تساوي 1، يعني الايرور كم يساوي 1 ماينس 1 ايكوال تو 0، ذير از نو ايرور. اي اكشن يعني مكنني من ان تكون الايرور صفر هي بطبيعة الحال الاي اكشن. We have reduced the proportional gain because the integral controller also reduced the rise time and increased the overshoot. As the proportional control does double effect, the above response show that the integral controller eliminated the steady state error. يعني لو نستعمل الـ I controller الـ error ستكون كم؟ الـ error ستكون يساوي صفر. وهنا سنأخذ يعني the three action together P, I and D proportional, integral and derivative. This is my controller and this is my system. With the same steps as previously I can find out X of S over F of S or the closed loop transfer function X of S على F of S بإجراء some mathematical steps I can find this equation. Using this equation, I can find the response of my system. It will be like this. هنا the response of my system يعني with some value, numerical value, KP 350,
كي اي تساوي 300 اند كي دي تساوي 5500. هتحصل على هذا الرسم او هذه الريسبونس. في هذه الرسمه there is no overshoot، عندي fast rise time يعني النظام يستجيب بسرعه، fast rise time and no state and no state error، يعني هنا في القيمه النهائيه الاوتبوت اللي بالازرق يعني ما the response of my system equal to 1 والانبوت equal to 1 there is no error. وهنا يعني نكون يعني قد انهينا هذا الاكزامبل، وفيه ناقشنا the action of each of each يعني term p i and d. Thank you for your attention.